فلافيو لأسامة، وحلوة من هنا في الشوط على طول، وحلوة وحلوة وحلوة. أبو تريكة، أبو تريكة يحط هدف جميل جميل، وهو قايم له، قايم له جوزيه، جوزيه قايم له بيسلم عليه ولحق أهو. أبو تريكة، أبو تريكة هاتريك النهاردة، محمد أبو تريكة هاتريك النهاردة بعد 11 دقيقة، بعد 11 دقيقة من الشوط الثاني يحرز أبو تريكة الهدف الثالث بعقل كبير جدا. أبو تريكة يا ولد يا ولد، أنا عمال أقول كرة ليبيا، يا 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 زيدان، يا على أبو تريكة، حلوة 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 يا والله. من أول ما الكرة اتحطت هنا بقول لحضراتكم زي بتاعت ليبيا، من نفس المكان بيجيب الجول رقم 11 ليه أبو تريكة في الدوري هذا الموسم، ويضمن اعتلاء صدارة قائمة الهدافين في هذا الأسبوع. يا من حسن حظه إن الكرة تعادل وعدى وعنده مساحة يلعب العرضية، وعمل العرضية فلافيو بيسند، حلوة حلوة حلوة. مين التاني؟ أبو تريكة، أبو تريكة. أدي الإعادة، أدي اللمسة، أدي الكرة، بقول لحضراتكم واخدها بوش الرجل كده سكرو حلوة على طول محطوطة أهي أهي أهي، الوش الخارجي في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الهلال. الهلال حلوة حلوة مفيش كلام، أهي أهي اهي جميل، خلصوها حلوه قوي لسام الشاطر، وسام الشاطر جوه داخل مرمى الهلال، مخطوفه خط، مخطوفه خط يا ابو تريكه، مش ممكن مش ممكن يا جماعه. كره حلوه، ايه ده يا ابو تريكه، ايه العظمه دي، شوف اتحرك ازاي، وشوف عملها ازاي، وشوف جاب جول ازاي، الله عليك ولد. يا سلام يا ابو تريكه، ابو تريكه يحط كشوطه في ورطه ويسعد مانويل جوزيه في الدقيقة العشرة احبائي الكرام بلمسة سحرية. شوف الكرة الجميلة من اسلام، وهو سرق متر كده من ابو جبل وحطها، جميلة جميلة جميلة. ابو تريكة يا ابو تريكة يا لعيب قوي، فارس احلام الجماهير الاهلاويه، وفتى مانويل جوزيه، لكن شوف اتحرك ازاي، شوف ابو تريكه راح اتحرك، شوف ابو تريكه اتحرك ازاي، شوف لمسته للكره ازاي، شوف جاب جول ازاي، الله عليك يا ابو تريكه، الله عليك يا ابو تريكه. ما فيش شك ان ابو تريكه من النجوم الكبار قوي. دي واحده حلوه لابو تريكه وتسديده حلوه، والهدف الاول، الهدف الاول، وادي سعاده الجماهير من النجم، النجم ابو تريكه يعمل لها حاجه. وليد ابراهيم يعملها لابو تريكه، ابو تريكه حط جسمه كويس ودخل منطقه ال 18 وبيحطها حلوه حلوه، والهدف الثاني. يا سلام يا لعيب، يا سلام يا لعيب، يا لعيب يا ابو تريكه، يا لعيب حطها حلو. النجم محمد ابو تريكه، محمد ابو تريكه هداف الدوري الممتاز اللي رفع رصيده في هذا اللقاء ل 13 هدف بهدفين جمال، عامل ماتش كويس، يلعبها حسن في الجول. لسه بقول لحضراتكم، لسه بقول لحضراتكم الخوف ان المهاره هي اللي تشتغل، واشتغلت المهاره في الدقيقه 33 من الشوط الثاني. ادي حسن شوت، ممكن مش ممكن مش ممكن، الغمزه واللمسه وهدف، هدف جميل 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 يحرزه ابو تريكه.